بعد المظلة بتيجي البونز، وبنفس الطريقة احنا عندنا رؤوس موضوعات هنتكلم عليها، نعرف ايه هي البونز، ايه مكانها فين، الاكستنشنز بتاعتها، ثم نتكلم على الاكسترنال فيتشرز. بالنسبة للبونز ده هي الانترميديات بارت اوف ذا برين ستيم، ذا بالجينج بارت اوف ذا برين ستيم. مكانها فين؟ انسايد ذا كرينيال كافيتي. فين بالتحديد؟ فوق وتحت. فوق ايه؟ فوق الفورامين ماجنم. طب الفورامين ماجنم كان هنا، هي فوقيه، فوقيه ب 1 انش اللي هي المسافه اللي كان بيشغلها المظله اوبلونجاتا. وتحت، تحت مين؟ تحت سمسنج هنا. مين اللي هنا؟ في فتحه في التنتوريوم سيريبيلاي اسمها تنتوريال نوج اللي كان متعلق فيها الميد برين، فهي قاعده تحت الميد برين ب 1 انش وفوق الفورامين ماجنم ب 1 انش. وده هو الاكستنشن بتاعها. الاكسترنال فيتشرز اوف ذا بونز بتشمل تو سيرفيسز. انتيريور سيرفيس هو السيرفيس اللي هنظر اليه من الامام، ثم بوستيريور سيرفيس المواجه لمين؟ للسيربيلم. كويس، تعالوا نشوف الانتيريور سيرفيس اوف ذا بونز في ايه. ده هو الانتيريور سيرفيس، هو في 3 ستراكشرز. مين هو؟ جروف وخطوط بالعرض ثم تجمع نسيجي. الجروف اللي بالطول اسمه بازيلر جروف اهو. الخطوط العرضية ديت اسمها ترانسفيرس ستريكس. التجمع العصبي النسيجي ده اسمه ميدل سيربيلر بدانجل. اذا الاناتوميكال ستراكشرز التي تظهر من على الانتيريور سيرفيس اوف ذا بونز كان 3 ستراكشرز قلناها. تعالوا نشوفوا تفاصيل اخبارها كانت ايه. بالنسبه للبازيلر جروف، ايه هو البازيلر جروف؟ ده عباره عن لونجيتيودنال جروف قاعد على الميدل لاين من الانتيريور سيرفيس، وسموه بازيلر جروف لانه بيحتضن، هو السرير اللي نايم عليه الارتري الشهير اللي بيغذي البيس اوف ذا برين اللي اسمه البازيلر ارتري. طيب هيمشي بعد كده، يظهر على السيرفيس بالعرض خطوط عرضيه، تقليمات عرضيه، مخططات عرضيه بيسموها ترانسفيرس ستريكس. ايه الترانسفيرس ستريكس ديت؟ دي عباره عن ترانسفيرس استريشنز على السيرفيس من الخارج. السيرفيس اللي هو مين؟ الاوتر، الانتيريور سيرفيس. بتمثل ايه؟ تمثل شيء ما في الداخل. ايه اللي في الداخل؟ هو الانترنال لوكيشن لنوع من الفايبرز اسمها ترانسفيرس بونتاين فايبرز. فايبرز جايه من فوق واخده البونص كقنطرة، علشان كده البونس ترجمتها القنطرة، واخدها قنطرة وتمر بالعرض من خلالها. تمام، مرت بالعرض. الفايبر دي زي ما قلنا اسمها ترانسفيرس بونتاين فايبرز، هتتجمع عند اللاترال سايد هنا وتكون الميدل سيربيلار بدانكل اللي هو الاستراكشر الثالث اللي بيظهر على الانتيريور سيرفيس. الميدل سيربيلار بدانكل عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيك باند. جاية من ايه؟ تظهر فين؟ ظهر عند اللور لاترال بارت اوف ذا انتيريور سيرفيس. جاية منين؟ جاية من الكوليكشن اوف ذا ترانسفيرس بونتاين فايبرز اللي موجودة في الداخل، اللي كان ظهر شكلها على السيرفيس من بره في صورة الترانسفيرس ستريكس. طب رايحة فين؟ الميدل سيربيلر بدانكر رايحة توصل البونس بالسيربيلم، يبقى تكونكت ذا بونس وذا سيربيلم. بعد كده الفايبرز اللي ماشيه جواها يسموها بونتو سيربيلر فايبرز. ادي كان 3 ستراكشرز بين من على الانتيريور سيرفيس. كمان يظهر من على الانتيريور سيرفيس اوف ذا بونز عدد من الكرينيال نيرفز. احنا لو نتذكر مع بعضنا قلنا ان في 12 كرينيال نيرف موجودين، 10 منهم موجودين فين؟ موجودين في البرين. 10 منهم كانوا بيخرجهم من البرين ستيم اللي هم من 3 ل 12، 3 و4 في الميبرين، من 5 ل 8 موجودين في البونس، 9 ل 12 اللي قلناهم موجودين في المظله. تعالوا نشوف الكرينيال نيرفس اللي خارجه من البونس. يخرج من البونس 4 كرينيال نيرفس، الخامس اللي اسمه الترايجيمينال، السادس اللي اسمه الابديوسنت ده ترايجيمينال اهو،
ومن هنا السادس اللي اسمه الابديوسنت، السابع اللي اسمه الفيشيال، والثامن اللي اسمه الاوديتوري او الاستيتو اكوستيك او الفيستيبيولو كوكلير. كويس، تعالوا نشوف تفاصيل الاخبار بتاعته. هذه النيرفس كانت بتخرج من الانتيريور سيرفيس اوف ذا بونز. كويس، ده لان كان الديب اوريجين بتاعها موجود بداخل البونز، فهتظهر من على السيرفيس من بره. مين النيرفس دي؟ الخامس اللي هو التراجيمنال، ده النيرف اللي كان بيغذي سنسوري اساسا لمنطقه الفيس وبعض من عضلات الماستيكيشن، قلناها في الهيد اند نيك. هذا النيرف ميكسد، له لارج سنسوري روت اللي احنا شايفينه ده كبير ده، وسمول موتور اللي هو الصغير ده. يبقى مكون من ايه؟ من تو روتس، لارج سنسوري وسمول موتور روت، هيتحدوا مع بعض ويدخلهم في ديبريشن موجود في ال anterior surface of the vitreous part of temporal bone، ده في البيز اوف ذا سكال، ويعمل جانجليون يسميها ترايجيمينال جانجليون، ثم يتفرع لثلاث فروع اوف سلمك ومجزيلري ومانديبولار زي ما احنا خدنا في ليد اند نيك، ويروح كل واحد يغذي المناطق المنوطه بيه. النيرف الثاني اللي اسمه ابديوسنت نيرف. ابديوسنت نيرف كان بيخرج من الانتيريور سيرفيس. منين؟ من الانتيريور سيرفيس، من اللور بارت اوف ذا انتيريور سيرفيس. فين بالتحديد؟ عند اتصال البونس بالبيراميد. يخرج ايه من هنا؟ الابديوسنت نيرف. مين الابديوسنت نيرف ده؟ ده العصب الكرينيال رقم 6، ده كان المختص بالنيرف سبلاي لواحده من الاكسترا اوكولار ماسلز اللي كان اسمها اللاترال ريكتاس. الابديوسنت نيرف يخرج من هذا المكان. ثم ادي السابع والثامن، زي ما احنا شايفين السابع اللي هو الفيشيال والثامن اللي هو الاوديتوري او الفيستيبيولو كوكلير. طيب الاثنين دول خارجين من هذه المنطقه، هذه المنطقه هي منطقه مثلثه زي ما احنا شايفين، تقع بين البونس من اعلى والمظله من اسفل، ومن الخلف هنجد السيربيلم. يبقى البونس والمظله، واحد من اعلى وواحد من اسفل، بس قدام مين؟ قدام النيرفس، انما وراه هنجد السيربيلم. هذا المثلث بيسموه ايه؟ بيسموه بونتو سيربيلو ميدلري تريانجل، وقلنا الحدود بتاعته، ويخرج منها العصب السابع والعصب الثامن كرينيال. طيب في دايجرام اخر، ادي هنا عندنا ادي البونس، ده الانتيريور سيرفيس اوف ذا بونس، ودي الترانسفيرس ستريكس، الخطوط اللي ماشيه بالعرض ديت اللي بتتجمع هنا وتعمل لي الميدل سيربيلر بدانكل، دي كانت المظله مالناش دعوه بيها. تعالوا نشوف النيرفس بتاعتنا، ادي الترايجيمينال نيرف ابو تو روتس، اللارج سينسي والسمول رو موتور، واللي طالع منين؟ طالع من عند لاترال بارت، اللور لاترال بارت اوف ذا انتيريور سيرفيس، وده العصب الكريني رقم 6 اللي هو الابديوسنت، وبعد كده ده كان السابع والثامن كرينيال، الفيشيال والاوديتوري نيرفز. طيب تعالوا نبص للبوستيريور سيرفيس اوف ذا بونز، مش هي دي الرسمه اللي كانت مبين موضحه لنا كل البوستيريور سيرفيس اوف ذا برين ستيم؟ ده كان ميد برين، ومن هنا كانت البونز، ومن هنا كانت المظله. طيب عايزين ندقق شويه كده اهوت، ادي البونز وادي المظله، ادي البونز من الخلف ودي المظله. الكرات المدوره ديت ستراكشرز من البوستيريور سيرفيس اوف ذا ميد برين، وديت مميزه جدا لسطحه الخلفي اللي مش تبعنا، ما تحتها فهو ايه؟ فهو بونس. طيب دي البونس ودي المظله زي ما هو باين في الرسمه، يا ترى كان في حد فاصل بينهم هنا من على البوستيريور سيرفيس؟ ايوه، كان في خطوط اهيت ماشيه بالعرض، تخطيطات عرضيه بيسموها الميدلري استرايا، اهي دي المدلر استرايا، هي الحد الفاصل بين البونس من اعلى والمدله اوبلونجاتا من اسفل. طب مين في المدله بالتحديد؟ كانت الاوبن مدله، اللي كان الاوبن بوك كان بيميز شكلها. طيب تعالوا نشوف ايه هي الاستراكشرز او الاناتوميكال فيتشرز اللي بتكون البوستيريور سيرفيس اوف ذا بونس. كانوا ثلاث حاجات،
زي الانتيريور سيرفيس ما كان فيه ثلاثة، البوستيريور سيرفيس ايضا هيعمل ثلاثة. مين هو؟ هنجد جروف او فيشر، ثم تو امينيسز او تو اليفيشنز. الجروف بيسموه ميديان لونجيتيودينال فيشر، كان على امتداد مين؟ كان على امتداد الفيشر الموازي له بتاع المظله اهو، هيكمل لفوق يبقى اسمه ميديان لونجيتيودينال فيشر. طيب، وثم هنجد ايه؟ تو اليفيتد ارياز. اول اليفيشن ده كان عباره عن فيرتيكال بلج، انتفاخ راسي يقع على السايدز اوف ذا ميدل لاين، بيمثل مين؟ بيمثل الانترنال لوكيشن اوف ذا ابديوسنت نيوكلياس. احنا فاكرين الابديوسنت نيرف، الابديوسنت نيرف لما كان طالع من البونس كان طالع من الانتيريور سيرفيس، من اللور بارت بتاعه عند اتصاله مع مين؟ مع البيراميد. انما النواه بتاعته، الديب اوريجين بتاعه، النيوكلاس اسمها ابديوسنت نيوكلياس، موجوده فين؟ موجوده بداخل البونس بالقرب من جدارها الخلفي، وبتبرز على السطح من بره، بتدفع السطح وتعمل فيرتيكال بلج يسموه ميديال ايمينينس اللي هو ده. يبقى ده الميديال ايمينينس اللي بيمثل الوجود الداخلي لمين؟ لنيوكلاس العصب السادس اللي هو النيوكلاس بتاع الابدوسنت نيرف. متعلق فيها راوندد اليفيشن اسمه فيشيال كوليكولاس اللي هي ده ايه؟ فيشيال كوليكولاس. هذا الراوندد اليفيشن يوجد عند اللور بارت بتاع دي، بتاع مين؟ بتاع الابدي، بتاع الميديال امينس اللي هي الابدوجنت نيوكلياس، هيوجد متعلق في. وبيمثل ايه السوبي الفيشيال كوليكولاس ديت؟ هتمثل لنا الديب اوريجن بتاع الفيشيال نيرف اللي بيسموه الفيشيال نيوكلياس. الله، النيوكلياس دي عباره عن ايه؟ عباره عن تجمع نيرف سيلز عامله اوفر كراودنج، فتعمل زحمه، هتدفع السيرفيس الى ان يبرز من الخارج في صوره راوندد اليفيشن اسمه سوبيريور كوليكولاس، كان قاعد مباشره تحت الميديال ايمينينس. ادي هما الثلاثه ستراكشرز اللي موجودين على البوستيريور سيرفيس اوف ذا بونس، الميديان لونجيتيودينال فيشر، والميديال ايمينينس، والفيشيال كوليكولاس. طيب، في منظر اخر، دي كانت ايه؟ ده دايجرام للرسمه اللي فاتت، دي كانت الميدل سيريبيلر، طبعا دي مدلر استرايا. لما يقول لك ان دي مدلر استرايا على طول معناها ايه؟ معناها ان الجزء اللي فوق منها ده يبقى بونس، والجزء اللي تحت منها ده يبقى مدله، مالناش دعوه بالمدله خلاص، احنا في البونس، وده في البوستيريور سيرفيس طبعا، لان المدلر استرايا لا تظهر الا على البوستيريور سيرفيس. كويس، ده كانت مين؟ ادي فوق منها البونس وتحت منها المظله. طب تعالوا نشوف كده بيانات اخرى، ديت كانت الاستراكشرز اللي هنشوفها او اللي احنا شفناها في الرسمه اللي فاتت وهنشوفها دلوقتي، اللي هم الميديان لونجيتيودينال فيشر اللي هو ده، والميديال ايمينس اللي هو ده، والفيشيال كوليكولس اللي هو ده، هم الثلاثه هم. طيب مين البيانات دي؟ ده الانفيريور سيربيلر بدنك، ده تبع المظله. طب وده كان مين ده؟ ده كان الميدل سيربيلر بدنك. الله، ده تبع الانتيريور سيرفيس اوف ذا مين؟ تبع الانتيريور سيرفيس اوف ذا بونس. الله، مش ده اللي كان فيه الترانسفيرس ستريكس اللي الفايبرز اللي جواها اللي كان اسمها ترانسفيرس بونتاين فايبرز، بتتجمع وتعمل هذا التجمع اللي اسمه ميدل سيربيلر بدنكل، اللي كان فيه البونتو سيربيلر فايبرز رايحه تصل للباك، تصل من هنا للسيربيلم بالظبط. ادي الميدل سيربيلر بدنكل. تشوف الحاجات بتاعتنا، ادي عندنا دلوقتي ميديان لونجيتيودينال فيشر، وادي من هنا ده الميديال ايمينينس، ومن تحت منه الفيشيال كوليكولاس، وادي الثري اناتوميكال فيتشرز التي تظهر ان على البوستيريور سيرفيس اوف ذا بونز. طيب تعالوا نشوف البلاد سبلاي اوف ذا بونز اند المظله. هذه هي البونز وهذه هي المظله اوبلونجاتا. احنا لو نتذكر مع بعضنا كان في ارتري بيدخل من الفورامن ماجنم من على الناحيتين اسمه فيرتبرال ارتري، جاي من الهيد اند نيك، ارجوكم تراجعوه في الهيد اند نيك. المهم دخل الكرينا كافيتي وهم اتنين، رايت فيرتبرال وليفت فيرتبرال، ذكر اسمهم من قبل، دولت اللي كانوا بيدوا لي التو روتس اوف ذا انتيريور سباينال ارتري اللي كان بيغذي السباينال كورد بالظبط. التو فيرتبرال ارتريز هيتحدوا مع بعض
عند اللور بوردر اوف ذا بونز ويكونوا البازلر ارتري اللي هو المين سبلاي اوف ذا بونز. اما السبلاي اوف ذا ميدالا، الميدالا هتاخد البلاد سبلاي بتاعها عن طريق الفيرتبرال ارتري من خلال ميدالري برانشز هتطلع من الفيرتبرال، ومن خلال ارتري اخر اسمه الانتيريور انفيريور سيريبيلر ارتري. ثم البازلر ارتري اللي هيغذي البيس اوف ذا سكال، بيس اوف ذا برين عفوا، هيغذي البيس اوف ذا برين وهيغذي معاه جزء من البرين ستيم اللي هو البونس. كويس، هيتفرع لفروع تمشي بالعرض، هذه الفروع العرضيه بيسموها بونتاين ارتريز، كما انه يدي فرعين في الاخر هنا اسمهم بوستيريور سيريبرال ارتريز. ده كان الترمينيشن بتاعه. طبعا البازلر ارتري ده ارتري شهير ومهم وبيدي خمسه برانشز طالعين من اسمه اللي هم البازلر بتقيله، هيتفرع الى مين؟ نحولها بخفيفه، هنحولها لاثنين بتقيله، البي اللي هي البونتاين ارتريز، والبي الاخرى اللي هي اسمها كانت البوستيريور سيريبرال ارتريز، ثم الاي اللي هو الانتيريور انفيريور سيريبيلر ارتري، ثم الاس ارتري اخر جاي من هنا مش باين في الرسمه دي انه راجع على الباك، والباك بتاعي في السيريبيلم فيسموه سيريبيلر ارتري. بعد كده هو اللي هو نفسه وفي ارتري تاني اسمه انترنال اوديتوري او لابرنساين رايح للانترنال اير، واي ار اختصار ارتريز. هنتكلم على هذا الارتري تفصيلا بعد ذلك، لكن ديت نبذه سريعه عن الديستريبيوشن بتاعه، ومنه التو ارتريز او التو مجموعه الارتريز اللي بتغذي البونس، هي البونتاين ارتريز على الناحيتين الاثنين.